أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات السبت الموافق 10 يونيو 10 حزيران 2023. هيكون يومنا النهاردة مناسب جدا لو حابين نجرب رومانسياتنا أكتر في الفترة الجاية. في تطور واضح جدا في كل علاقتنا، حتى لو كان في حب جديد هيبتدي يظهر أو حتى في علاقة جديدة هنبتدي نبنيها في الفترة دي. كل حاجة احنا بنعملها النهاردة في بيتنا هتبقى بتحقق لينا أفضل طريقة ممكنة علشان نستفيد منها، لكن النهاردة برضو هيخوض محادثات كتير متعلقة بميراث أو وصية أو حتى ممتلكات ممكن نبقى بنمتلكها أو هتنتقل ملكيتها لينا. في مسائل ملكية هتكون بنخوضها في اليوم ده بشكل واضح جدا. هتكون من الصعب اننا نخلق مزاج لطيف في اليوم ده لانه يوم مادي بشكل كبير. عقلنا دايما هيبقى مركز على كتير من المشكلات اللي بتبقى بتزعجنا في اللحظة دي. هنبتدي ننجذب لاهتمامات كتيرة، لواجبات كتيرة في بيتنا هتبقى مصدر اهتمامنا في اليوم ده. في اجراءات واضحة جدا، في تغيرات هتحصل في بيتنا، في تنظيف او ترتيب للبيت اللي احنا بنعيش فيه في اليوم بالنسبة ده. لينا الحد كبير هتبقى الايام الجاية ممتعة جدا، فيها ترفيه واضح عشان هنقوم بحاجات كتير احنا بنحبها اكتر من اي عمل ممكن يبقى شاق عندنا، هيبقى ممتع جدا لينا في اليوم ده. هتكون مهمة جدا اننا نعرف نحافظ على تفاؤلنا اللي بيبقى في نفسنا بشكل كبير، واننا نبقى ودودين اكتر مع كل الاشخاص حوالينا. حتى لو بقينا منخرطين في شوية اعمال ممكن تبقى جادة جدا وفيها مسؤوليات اكتر، مش هنعرف نستبعد انه يحصل مشكلة حتى لو كانت صغيرة او كبيرة اللي بتتعين علينا اننا نتعامل معاها ونحلها بمسؤولية كبيرة جدا. هنستخدم كل العطلات اللي عندنا في نهاية الاسبوع بشكل اساسي عشان نتواصل مع اشخاص بيقربوا لنا، حتى لو كانوا اصحابنا او حتى معارفنا من كل انحاء العالم. في مغازلة واضحة جدا هنتعرض ليها في اليوم ده في شؤوننا، مش بس ممكن تبقى مش واردة، بالعكس ممكن تبقى قدامنا بشكل واضح. على الرغم من انها مش مرغوبة في احيان كتير، لكن ممكن نبقى ملتزمين بعلاقة جادة جدا حتى لو كان في زواج خلال الايام الجاية. هيبقى في ميل اننا ننفق كتير جدا من الماديات ومش هيبقى في كفاءة للوضع، هيبقى في تسرع في تصرفات محفوفة بمخاطر كتيرة ليها طبيعة مالية واضحة جدا في الفترة دي. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.